إلى مأربة، حيث انطلقت فعاليات المعرض الأول للكتاب الذي يستمر على مدى 10 أيام بمشاركة نحو 20 دار نشر عربية ومحلية، وبتنظيم فرع الهيئة العامة للكتاب بالمحافظة. وشهد الافتتاح حضورا جماهيريا كبيرا للمعرض الذي يقام لأول مرة في المحافظة، التي تشهد معارك عنيفة في عدة جبهات على حدودها الجنوبية والغربية. ومن المتوقع عرض قرابة 20,000 عنوان في مختلف المجالات والتخصصات. وقال وكيل محافظة مأرب عبد الله الباكري إن هذا الحدث يعكس تاريخ مدينة مأرب العريقة والمتصلة بالعلم والثقافة، مؤكدا أن هذا المعرض سيكون انطلاقة نحو القراءة والاهتمام بها في ظل الوضع الذي تشهده البلاد، والذي كان نتيجة عدم المعرفة والجهل الحاصل في المجتمعات. نحن هنا نعكس صورة مشرقة لأبناء هذه المحافظة وكل من هو في محافظة مأرب من النازحين، أنهم متعطشين للقراءة والإطلاع، بينما الإنقلابين الحوثيين ومن في فلكهم يراجمون بالصواريخ، وهذه الصواريخ وهذه المقذوفات لن تثنينا أبدا عن القراءة والمطالعة و أن ننهل من مناهل العلم والمعرفة. ها أنتم تشاهدون الحركة في مأرب، دؤوبة، الجامعة، المدارس، الخدمات، هنا التحدي بنفسه، هذا هو التحدي. يعد معرض الكتاب في مأرب أحد أهم الفعاليات الثقافية خلال السنوات الأخيرة. مراسل المهرية زار معرض الكتاب الأول بمأرب في يومه الأول، وأخذ آراء وانطباعات مجموعة من زوار المعرض. معرض للكتاب في مأرب كتجربة جديدة، وأيضا كرفض للعمل الثقافي هنا في مدينة مأرب، على الرغم أنها تتعرض لهجمة حوثية شرسة تحاول أن تقتحم هذه المدينة التي تمتاز اليوم بالحياة في شتى المجالات، ومنها هذا الحراك الثقافي الكبير اليوم الذي دشنا هنا في مدينة مأرب احتفاء بالكتاب وبأول معرض للكتاب في هذه المدينة. بصراحة المعرض من حيث الفكرة في هذا الظرف وهذا الوضع يعتبر شيء رائع، وأن تعمل حدث استثنائي في وضع استثنائي هذا هو التميز، وما في شيء رائع وكتب رائعة ولفتة رائعة، نشكر القائمين عليها، وهذه مبادرة طيبة ورائعة جدا يعني. طبعا كنا متحمسين كثير أول ما قالوا بيعملوا معرض الكتاب، تحمسنا كثير لأنه يعتبر المعرض الأول في مأرب، فوت يعني أكيد تجربة جميلة ومفيدة يعني، وخصوصا الأوضاع اللي بتمر فيها مأرب واليمن بشكل عام. يعني معرض زي كذا أخرجنا يعني من الجو اللي احنا كنا عايشينه والتوتر لجو أنه احنا قادرين نعيش ونفتتح معارض وننمي ثقافتنا ونواكب العالم. هذا المعرض رد عملي على كل الأقاويل والإشاعات. للأسف الشديد تنتشر الإشاعات حول مأرب، وهذه ليست المرة الأولى، أعتقد هي المرة الثامنة بحسب ما كنا بالأمس نرصد مع كثير من الزملاء على حول مأرب، وهي كل مرة ترد عليهم بحدث فريد من نوعه، إما حدث اقتصادي بافتتاح مراكز ومولات، وإما معارض كتاب، وهذا المعرض هو أحد أهم المعارض. ولذلك نحن نقول لليمنيين جميعا، مأرب الآن هي قبلتكم في جميع الميادين ومنها ميدان الثقافة والعلم.